أنا اسمي بدري أبو دياب من قرية الجاهلية مواليد 64 وكنت مقاتل في الأحزاب اللي شاركت بالحرب الأهلية. يعني أنا بدأت الحرب بال 83 بالجبل عمليا، ولكن كان في مقاتلين ينتقلوا بحرب السنتين، ما سميت بحرب السنتين، على الجبهات اللي كانت موجودة بلبنان، وكنا نشوفهم، كنا بأعمار 11 سنة 12 سنة نشوفهم ومنهم أقربنا وننبسط ببدلاتهم الخضراء وبسلاحهم ونصير طبعا يعني ننطر هيك لنعرف شيء زيادة عن أخبارهم لمن يرجعوا يخبرونا شو عملوا وكيف كان الجو. إضافة للشغلة اللي بتذكرها بهذاك الوقت يعني قبل ما بدأنا نشارك بالحرب، إنه كنا نحاول نسرق هيك نسمع أخبار شوي عن التلفزيون عن أخبار الحرب بس لنتأكد إذا جاي أستاذ من عندنا، لأن كان في أستاذ يطلع من صوب الشياح، كان في خط تماس إنه أستاذ الرياضيات مش جاي، كان إحنا عندنا تلفزيون خبر رفاقي بالمدرسة إنه بكرة ما في عندنا أستاذ الرياضيات لأنه في حرب بلبنان. يعني هاي كانت أخبار الحرب بالنسبة لنا لمن بدأت بال 75 لل 77 حرب السنتين. هلا لاحقا الجو صار جو بكل القرى، وخاصة إنه من أنا كنت ببيئة فيها ناس ناشطين بالعمل السياسي الحزبي الاجتماعي الكشفي، انغمسنا بالموضوع الكشاف بالنشاطات الاجتماعية، لبدأت التدريبات العسكرية بدأت تقريبا ببداية الثمانينات. أول قذيفة بتذكر رميتها كنت بالمدفعية، طبعا رميناها بأول لحظة بقطع أنفاس بالمطلق، ورميناها على جيراننا للأسف يعني اللي كانوا بوقت أعدائنا يعني، وكنا نشعر بشوي مثل اعتزاز وفخر، خاصة من المسؤول يثني على عملنا أنه حقق هدف. ما نعرف نحن شو الهدف، يعني ما كنا نعرف أنه هذا الهدف، ناس عم بتموت، ناس عم بتتهجر، بيوت عم بتتهدم، ما نعرف أنه نحن صبنا هدف وبرافو هذا هدف عيد الرماية. لا بعد فترة صرنا نحن الهدف، يعني يمكن بعد أسبوع كنا نحن الهدف، وسقطت قذيفة بموقع قريب من موقعنا. شفنا اللي كنا نعمله بغيرنا، يعني شفت رفيقي حدا منهم استشهد، رفيقي حدا منهم انجرح، طلعت وما استوعبنا شو اللي صار. كنا بعدنا يعني هالكلام بين 82 83 يعني كانت اعمارنا بال 18 19 سنه، ما كنا هيك شايفين الحرب، التدريبات مش هيك طبعا. لاحقا صرنا انغمسنا اكثر واكثر، انغمسنا بناحيه انه ضروري ناخذ ننتقم اللي ادى لموت رفاقنا واللي جاي يهجرنا، صارت هذه المفاهيم تتعزز عنا اكثر واكثر، لصرنا منغمسين اكثر على اساس انه بدنا نبني وطن سعيد وعلى اساس دوله مؤسسات، يعني بتصير كل القضايا العالقه بتصير موجوده، بالاضافه لتاريخ بيرجع بيرجعوا لك بالتاريخ، يعني بصير اخبار فتره الحرب هي عن الاساطير بسميها هلق أساطير يلي كانوا يخبرونا إياها عن تاريخ جدودنا بالحروب السابقة. بتصير أنت تعمل حالك وكأنه تجسيد للماضي، أنت عم بتكفي اللي عملوه أهلك بالماضي وجدودك بحربهم للدفاع عن الأرض والكرامة والطائفة، يعني بتصير كل هذه الشعارات مع بعضها بتصير هي تعمل لك دافع للانغماس أكثر وأكثر كل يوم بيوم. طبعا الأهل، ما في أهل بيتمنوا أولادهم يروحوا على حرب، ما في أهل. يعني أمي ما بتخيل إلا أنه يوم بدي أسافر شوف دمعتها، يوم الأرجع تطلع فيه شوف دمعتها، لما أرجع من الموقع تقعد حد على التخت تضل حد، يعني ما بتصور في أم بهالمرحلة وهو ابنها بالموقع وهي قاعدة مرتاحة إلا تكون قلق. يعني ما بتذكر جيت يوم على البيت حتى لو بنص ليل يعني جاي من موقع تكون أمي نايمة، تكون على أول صوفة حد الباب مباشرة والباب مفتوح. اليوم أنا لمين صرت باي، لا صرت بشعر بهالخوف اللي كانوا يخافوا علينا، لمين كانوا يقولوا لا ما تروحوا تقاتلوا، كنا نحن نفكرهم أنه جبنا، أنه أحيانا نتهمهم ولو يعني بمعنى أنه مين بده يدافع عن الأرض والكرامة والعرض إذا نحن ما ضحينا. اليوم بحس أنه لا، كان خوف وقلق، ويمكن كان وعي أنه هاي الحرب ما راح توصل لنتائج، لأن كل عمره لبنان تاريخ عم بعيد ذاته بحروب على الفاضي. إن شاء الله هلأ تكون هاي الحرب الأهلية آخر حرب لبنان بتنعيش. اللي ساعدني بهذه القصة أني عملي بملف المهجرين. أنا لما اشتغلت بملف المهجرين ببداية التسعينات 92 صرنا نعرف عن جد ويلات الحرب،
نشوفها مباشرة ونسمع من الناس اللي تهجرت اللي راجع على طالب بالعودة لبيته أو لأملاكه، نرجع الويلات اللي تكبدوها. ونحن بكل بساطة كنا مفكرين يعني أنه خلص بيرجع على بيته عادي، بس ما كنا نعرف إلا ما نسمعها من الناس، ذكرياتهم، صور أولادهم، ألعاب أولادهم، كيف كانوا عايشين بهذه البيئة اللي نحن سلخناهم، يعني يلي نحن حرمناهم منها الفترات الطويلة. هذا الشعور يعني بين شعور بالذنب وبين شعور بالحزن وبين شعور انه شو ارتكبنا من مآسي بيعذبنا كثير، كان بمرحله من المراحل. كل الناس متساوي عندهم ويلات. يعني بتذكر هيك مثل انه نحن كان لما يسقط عنا شهيد من رفاقنا لما نروح نعمل زياره لاهله او لزوجته او لاولاده، واذا كان عنده اولاد نشوف صورته معلقه بالزاويه، زاويه الحائط ضمن كرر خشبي، صورة شهيد مع شريطة سودي ومع شعار الحزب اللي بينتمي له أو الطائفة اللي بينتمي له. لما بلشنا نشتغل ملف المهاجرين كمان الناس التانيين المناطق التانية، لما نروح لنخلي لها بيوتها لأن كان في محاولة تخطيط، كمان نشوف بنفس الكادر صورة تانية بس طبعا الوجه مغير ونفس الشعار، بس شعار الحزب هذاك إما يكون هونيك صورة لأي معينة، هونيك صورة أي، كله نفس نفس. بتحس إنه الويلات بالحرب كل الناس بتعيشها، المآسي كل الناس بتعيشها، انه مش كل اختلاف عنك هو خلاف وعدو لك، يعني انه كل اختلاف مش ضروري يولد صراع بين الناس، كلنا مختلفين عن بعضنا والاختلاف قانون طبيعي، الفصول الاربعه مختلفه عن بعضها ولكن ايجابيه. ما فينا نعتبر كل اختلاف بين اثنين او كل اختلاف ان كان بطائف ان كان بلون ان كان باسم هو بيؤدي لصراع ولحروب ولعنف. بعد التجربة اللي خضناها بالحرب وبعد تأسيسنا مع مجموعة الشباب بالجمعية محاربون من أجل السلام، بكل يعني تواضع بعترف أنه السبب الرئيسي، في سبب أسباب معينة لاختيارنا هذا السبب، منهم الرئيسي هو ولادي. يعني أنا اللي بقرر أعمله ما أمن لهم بيئة، لأنه عندما يجي الموعد ويقول لي ابني أنا بدي أحمل سلاح، إذا أنا مأمن له البيئة الحزبية والبيت التعصب والبيت التطرف ما راح أقدر أمنعه لابني يروح مثل ما صار مع أهلي. أنا ما عندي قطع سلاح بالبيت وأنا ما بحاول أتذكر وخبرهم عن بطولاتي بالحرب، بخبرهم عن المشاكل اللي عانيتها بالحرب، عن المشاكل اللي الحرب يلي المرحلة العشر سنين بالحرب يلي هي كانت ما في أعتبرها من عمري، هذه بدي شيلها من قاموسي، بدي شيلها من تاريخ عمري، هذه ما لها علاقة ببناء مستقبلي، هذه كانت من الكبوات اللي ارتكبتها، من الأخطاء اللي ارتكبتها بحياتي. من هون بأهلهم هذا الجو، وهذا واللي خلاني بالجمعية كمان إنه أنا اللي بدي أقولهم لأولادي ما بكفي، لازم يقولون لأولاد ناس تانيين، أولاد ناس تانيين يقولون، وهو يقولون لرفاقه بالمدرسة، يعني لازم نوسع دائرة منعنا للحروب، برغم أنه ببيئتنا أحياناً بخبروه عن بطولات بيو لابني، سته بتنبسط بصورة لإلي على الدبابة أو حد مدفع، بتفرجي لك بيك وين كانت صورته، بحاول أنا هودي أشرح له إياهم بالمنطق المقلوب، أنه هذا الخطأ لأنه نحن ما عرفنا نتحاور مع بعضنا، لأنه ما عرفنا نحكي مع بعضنا، اثنيناتنا كان بدنا نبني لبنان، رحنا دمرنا لبنان، واللي عم بتعيشوا انت اليوم من تقنين بالكهرباء ومن أزمة الطرقات ومن زحمة سير عم بتشوفهم كل يوم، ولادي بعدهم بعمر يعني صاروا يفهموا هالأمور، سبب هو نتيجتها من أسباب الحرب اللي نحن عملناها بلبنان من دون نتائج، وكان فينا نعملها بأقل كلفة من دون حرب بالحوار والتفاهم مع بعضنا وشوية تنازل من الأطراف. التغيير اللي حصل معي ما حصل فجأة، يعني ما شفت شغلة هيك ووقفتني وأخذت هذا الخيار، عدة مراحل. وأنا بدي يعني كمان أوجه كلمة للمقاتلين السابقين إنه ما تخافوا من إنكم تحكوا عن المرحلة اللي عشتوها بالحرب، ما عم نحكي بأي شيء يرجع يثير النعرات اللي كانت قائمة بالحرب، يعني ما عم نسيء لأي فريق من الفرقاء، ما عم نسيء لأي شخص شارك بالحرب أو ما شارك، ما عم نتهم حدا بأي شيء، ولكن عم نقول للناس إنه ما في ضروري نرجع نكرر الحرب، هذه الصفحة انطويت وبطل يعني، وفينا نحكي عن الشغلات يلي ما فيها إساءة للآخرين، وأنا بدعيهم لاستكمال نضالهم، مشان تحقيق كل الأهداف اللي كنا عم نقاتل من شأنها، ولكن بالطرق السلمية ومنكفي سوا نحن وياهم.